مهارة التصميم، مهارة التصوير، مهارة البرمجة. مهارة التصميم بشتغل على برامج التصميم اللي هم فوتوشوب والستريتر وانديزاين. على مهارة البرمجة بشتغل على الميوز ودريم ويفر. أما عن مهارة التصوير عندي كاميرتي الخاصة وعندي عدسات الخاصة وبشتغل فريلانس. بلشت أول إشي من أختي بتشتغل في شركة تصميم، حبيت الشغلة فدخلت على اليوتيوب، وبعديها صرت أخذ دورات مدفوعة مع أجانب على الإنترنت ونميت. بعدها صرت أطور من حالي، صرت أجمع بين البرمجة وبين التصميم، بين برنامج وبرنامج، عشان أطلع بإشي أفضل من المصمم الطبيعي. برامج الـ HTML هي نوع من برمجة المواقع. HTML إلها عدة أجيال. أنا بشتغل على أحدث جيل اللي هو الـ HTML5. مركز أكتر إشي على الدراسة، إنه عندي أهم إشي الدراسة اللي هي راح توصلني لطموحي. أما الـ الشغل فهذا تقريبا يعني بخليه في آخر الأسبوع أو أوقات فراغي. أنا عندي مستغل أوقات الفراغ إنه يا بتعلم يا ما بشتغل. إذا درست في فلسطين راح أدرس هندسة، أما إن شاء الله إذا برا فلسطين راح أكيد أشتغل التصميم الجرافيكي. رسالتي في الحياة إنه كل إنسان في جواته إشي طموح، إذا دم طموح كتير أكيد راح يكون إنسان مفيد في الحياة. الحمد لله أنا لغتي إنجليزية ممتازة تقريبا أو جيدة جدا، وبتواصل لما اتواصل مع اجانب. يعني انا الدورات ما اخذتش دورات مع عرب، انه انا حسيت انه الدورات مع اجانب بيبدعوا اكثر، فبيعلموك كيف تبدع. اصغر مصمم في العالم كله عمره 14 سنه، وثالث اصغر مصمم عمره 16 سنه. انا حاليا عمري 15 سنه، لازم استغل هذا الحكي انه اكون ثالث اصغر مصمم، فئتين اصغر مصمم في العالم. وان شاء الله في العطله الصيفيه هاي انا حاليا بدرس لحتى اخذ شهاده ادوبي الدوليه، حتى اصير على مستوى مصمم مستوى عالم. هذا هو طموحي في لقدام شوي، انه انا ما اكونش على مستوى فلسطين بس اصغر مصمم في فلسطين، ان شاء الله تاني اصغر مصمم على مستوى العالم كله. بحب احكي انه كل واحد يستغل وقت فراغه في الاشي المناسب له. الوقت الفراغ ممكن انه سيف ذو حدين، يا اما بتستفيد منه يا اما بيقطعك.